عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا عارفين دايما السبق الصحفي لازم يحصل في ثواني، فاحنا حابين نطمن على 2019 من الكبير اللي مصر كلها والوطن العربي بتتابع اخباره وعايز تعرف هو بيعمل ايه. صباح الفل. السلام عليكم. مساء الخير عليكم، وان شاء الله تكون سنه سعيده على الكل. هاني بيسالني 2019 ان شاء الله زي ما بنقول دايما دعواتكم معانا، ان شاء الله تكون سنه خير، والحمد لله يعني الواحد بدا شويه وربنا يسهل دعواتكم باذن الله، ان شاء الله كل خير باذن الله. رامي معلش السؤال اللي هيبقى تعب الناس كلها، اخبار نيل معاك ايه؟ نيل مدرب شاطر، ليه تجربه مع ناس كتير كويسه، لكن ما اقدرش احكم على التجربه اللي يعني بعد موسم كامل عشان ما نسبقش الاحداث. انت عارف يعني كل شخص ممكن تكون تجربته مع اشخاص ناجحه جدا ومع اشخاص ما هياش بتبقى بالتوفيق الكامل، لكن ان شاء الله انا اكون محظوظ السنه دي ونتوفق معاه ونعمل حاجه كويسه باذن الله. اختيارك لنيل هليودا كان بمطلق الحريه ولا كان في مثلا ناس شرطها في الموضوع واستقرت على نيل في الاخر؟ والله هو بعد تهديد السلاح بتاع هاني لا شوف، في موضوع المدربين ده لازم تسال عشان تشوف ايه اللي بيناسبك في الشخص اللي انت هتشتغل معاه، لان انت ما تعرفوش معرفه شخصيه، وخصوصا المدرب لازم يكون قريب منك قوي، قريب منك تركيبته وتفكيره وحاجه زي كده عشان تقدروا توصلوا انتوا الاثنين لحاجه كويسه. نيل سألت عنه كتير ناس، في ناس قالت لي كويس وناس قالت وحش زي العاده ومفيش حد بيجمع على حد، لكن انا بعد شويه وقت اقتنعت يعني ان هو ممكن يكون الفرصه الانسب ليا السنه. طيب السؤال ابو مليون جنيه اللي الناس كلها عايزه تساله، الماتش اللي جاي اللي انت حددته هيبقى امتى وفين؟ هو هيبقى بعد رمضان بشهر ونص، فين واسم البطوله لسه ما حددناش، لان طبعا ما ينفعش قبل رمضان. كل الماتشات اللي انا كنت محددها لقيتها هتبقى في رمضان فصعبه جدا، فنضطر بعد رمضان بشهر ونص، لان انت عارف شويه الدروب اللي بيحصل في رمضان وده طبيعي، فلازم على الاقل يكون بعد رمضان بشهر ونص باذن الله. طيب معلش يا رامي حاجه كمان، بعد اللي حصل في اولمبيا السنه اللي فاتت المعنويات اكيد كانت قلت، رفعت المعنويات ازاي؟ دي قلت، انا بسال. يعني اشاعات من هاني بيقول اني قلت يعني عشان انا خدت المركز السادس يعني. الله يسامحك. على العموم مفيش حاجه يعني، دي حاجات بتحصل في حياه بني ادم، مفيش حد بيفضل صاعد على طول ومفيش حد بيخسر دايما، الواحد بس يبقى عنده ثقه في ربنا سبحانه وتعالى، وان دي حاجات بتحصل طبيعي يعني. لكن هو الخساره ان انت ما تكونش خساره حقيقيه، انت ما تكونش بتعرف تثق في نفسك، بتاخد وقت عبال ما ترمم نفسك من الخسائر، ده طبيعي، احنا بشر يعني اكيد بتاثر فينا وبتعمل شروخ صغيره، لكن الشاطر اللي يرمم نفسه بسرعه ويكون جاهز للتحدي اللي بعد كده. طب انا هاخد منك اخر حته اللي هي بتاعت التحدي، 2019 هي دي التحدي، فيل هيس هيبقى بيحارب نفسه، شون رودن بيحارب نفسه لاثبات الذات، بيج رامي عايز يثبت نفسه من السادس انا الاول تاني، انت شايف الصراع هيبقى عامل ازاي على اولمبيا 2019؟ مفيش حاجه سهله على اي حد، وان شاء الله بعد توفيق ربنا سبحانه وتعالى اعتقد الموضوع هيكون كويس بالنسبه لي. وفي منافسين طبعا الواحد لازم يحترم مجهودهم، لكن في نفس الوقت انا عندي ثقه بربنا سبحانه وتعالى وعندي ثقه في نفسي ان انا اقدر اكون في مكان كويس جدا اللي هو مستر اولمبيا. انا احساسي بنفسي كده وانا عندي يقين بربنا سبحانه وتعالى انه هيحققها، صح اتعطلت شويتين معايا لكن انا لسه عندي طموح يعني، انا مش واقف، انا بتمرن بجهز نفسي للخطوه اللي جايه، ان شاء الله انا حاسس انها تكون السنه دي باذن الله، بس ان شاء الله ربنا يكون رايد الخير ودعوه الناس معانا باذن الله تعالى. رامي مين اكتر الناس يا رامي من لعيبه كمال الاجسام اللي كلمتك بعد اولمبيا 2018 وقالت لك اوعى توقف كمل انت احسن وانت قوي واشادت بيك؟ شوف هو انا فكره توقف دي مشكله كبيره، انا الناس فهمت رامي ان هو الحاجات اللي حصلت معاه بعد اولمبيا متعلقه بالخساره والمكسب،
لا خالص، انا كنت زعلان من حاجات شخصيه وانتهيت خلاص الموضوع عدى، لكن ملهوش علاقه ابدا بالمكسب والخساره. المكسب والخساره ده جزء من الرياضه، الواحد لازم يحترمه. لكن الحمد لله انا ما كنتش منتظر ان الناس تطبطب عليا اكتر مما انا كنت مستني، ان انا مستعجل الوقت اللي ارجع اثبت فيه نفسي وارجع اقف تاني واخلي اقول لنفسي الاول قبل ما اقول للناس ان انا لا، ده مش مكاني، ده مكان احسن من كده كتير. هي تجربه عد. طيب لو انت هتفيد واحد بيتفرج عليك دلوقتي حالا وحصل له انكسار او ايا كان من الاحداث اللي بتمر علينا كبشر، ازاي يقدر يبني نفسه تاني ويرجع وانت صاحب تجربه وتجارب شخصيه كتيره، يعني في تجارب عدت عليك كتيره، ازاي البني ادم يقدر يبني نفسه تاني ويرجع للمكانه اللي تقدمه لقدام؟ احنا يمكن كنا بنتكلم انا واصحابي النهارده في الجامعة عن الموضوع ده، كنت مع الشباب هنا في الجامعة، فبيكلموني بيقولوا الظروف صعبه ومش صعبه. اصعب شيء في اللي يحصل للبني ادم هو انه يحس انه ما يقدرش يحقق حلم كده، وده اكبر مصيبه، انه يفقد الثقه انه يقدر يعمل حاجه، وانه يحس ان الظروف مش عارف ايه، يعني ايا كان بقى ظروف ماديه او ايا كانت، الواحد يلعب دور الفيكتيم اللي هو دايما انا الضحيه. لانه حتى الناس اللي بتفكر بالشكل ده لو ما بقتش الظروف ساعتها ظروف فلوس هيقول لك معلش ظروف صحة، لما في ظروف صحة يقول لك ظروف تعب، لما في ظروف تعب يقول لك اصل المجتمع، وبعد كده يقول لك لا اصل اصحابي، هيبدأ يخترع نفسه وحاجات كتير. الخلاصة من الكلام ان اللي عايز يعمل حاجة ما بيستناش المطبطة اللي بتحصل في حياته، لان ده وارد بيحصل في حياة كل البني ادمين. احنا في يومنا بنقابل مطبات كتير، ما بتقابلش كل الناس، حتى في ما بتضحكش طول الوقت، احنا بنضحك وبنبكي وبنعيط وبنبتسم وبنكشر، فدي الحياه. انت لازم تاخد يعني ده كمان في حياتك، هتوع مره واثنين وعشرة، بس هو الاصل في الموضوع انت ازاي يكون هدفك هو اهم حاجه في حياتك. وزي ما بقول دايما، هو ديننا اللي عمل ده، لأنه بيقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا تمرضوا فتمرضوا. الموضوع قصده ايه من الحديث؟ النية نفسها اللي انت بتجيبه لنفسك، ما تفكرش في الشيء السيء عشان ما يجيلكش، ولو فكرت في الشيء الكويس هيجيلك. صح، وهو ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يقول لك انا عند ظن عبدي، الظن بيجلب الخير وبيجلب الشر. صح، خلي تفكيرك ايجابي، وده اول خطوه المفروض الواحد يعملها بعد اي مطب بيحصل في حياته. خل تفكيرك ايجابي، بكره خير، ايا كان اللي حصل في حياتك ده هو بدايه نقطه في حاجه جديده. يمكن انا اتكلمت انا وانت والموضوع مش عايز اشخصنه فيا، لما حصلت الظروف قلت لك اكيد اللي بيحصل ده لحاجه احسن من اللي انا موجود فيها. صح، الحمد لله. يمكن انا بقول لك انا على قد قساوه التجربه في بدايتها وصعوبتها بشكل كبير جدا، بس الحمد لله ربنا اراد باللي انا حاسس بيه دلوقتي، انا مرتاح جدا، وكمان الموضوع الحمد لله يعني بدأ في خطوات انا مستريح فيها كمان ماديا ونفسيا جدا جدا عن فضل الفيديو. طيب رامي معلش انا هقرص عليك في حته كده، عايز ارجعك ل 2018 تاني، معلش انا اسف سامحني يعني، ومش عايز افكر الجمهور بالحته دي، بس انا باخد اكسبيرينس رامي او خبره رامي وبنحاول ننقلها للشباب اللي لسه طالع جديد. رامي انت استقبلت الخبر على المسرح وانت في 2018 في اولمبيا ان انت مش في توب 5، انت ازاي استقبلت الخبر ده وازاي اتعاملت معاه وازاي سبت اولمبيا وخرجت؟ انا عايز افهم كل دي الثواني دي تفرق مع بشر كتير قوي، فلو تقول لنا الاكسبيرينس دي نبقى شاكرين. مش هكدب عليك، هي بتبقى لحظات صعبه، لحظات صعبه بتقول لحظات صعبه، مش عشان حاجه، عشان طول السنه بتحلم بحلم واحد، ان انت عايز تكون احسن حاجه، المركز الاول، طموحك، هدفك، حلمك بالمكان والكاس ده انت بتحلم بيه كل يوم وانت بتتمرن، وانت بتاكل كل وجبه صعبه عليك، وانت جاي تنام وانت ما انتش قادر من كتر التعب، وانت بتصحى بدري عشان تروح تلعب الكارديو. حلم مش بتاع يوم، بتاع سنه كامله. صح، وتعب سنين. طبيعي وارد جدا الواحد يبقى زعلان ومتضايق والكلام ده، بس يا اخي هو ده اللي انا دايما لازم الحياة ما بتنتهيش. صح، لازم تاني يوم ايه الخطوة اللي انا اقدر افعل، يعني يمكن
القرارات الناس كلها استصعبته وقالت لي رامي انت انت بس عشان متضايق وانت واخد قرارات. قلت لهم انا هعمل ده ولازم اعمله من اول لحظه. كل الناس قالت يومين رامي هيرجع في كلامه، يوم رامي هيرجع في كلامه. بس هو الموضوع عنده خلاص يعني. ممكن صحيح الواحد مش من الصح ان هو يفكر بتهور، لكن في حاجات انت لما تكون متاكد منها خد خطوات وامشي وغمض عينيك. انت قلبك بيقول لك وعقلك بيقول لك على حاجه واحده، خد خطواتك وامشي توكل على الله ان شاء الله ربنا ييسر خير. صعب الخساره، صعب الخساره على اللي اجتهد، واي واحد بيجتهد في شغله بيعمل اي حاجه بيبقى الموضوع صعب، بس الاصعب انه يخسر حياته كلها. دي خطوه وانتهت صفحه والواحد يقلبها، يتعلم منها الاخطاء ويشوف منها ايه اللي يقدر اعمله في الفترة اللي بعدها. فالحمد لله خير. السؤال الصعب وده سؤال خبيث. انا بقول لك الحمد لله سؤال خبيث. هل بيج رامي اثر في 2018؟ مش شوف الخسارة والمكسب، انت عارف البادي بيلدينج ما هيش من تقصير او عدم جهد اكتر من هو توفيق وعدم توفيق. توفيق وعدم التوفيق في اختيار حاجات في حياتك انت ممكن ما تكونش مناسبه ليك، ما تكونش مناسبه للخطوات النجاح اللي المفروض تعيشها. انا ما توفقتش في حاجات وكان على ضريبه ليا ان انا ربنا يريد لي باللي حصل. اعتقد هو رزق وانتهى والحمد لله ربنا عوض خير. بس انا مش عايز اتكلم في اللي فات لا خالص. احنا بنتكلم، احنا بناخد عن تجربه، خلاص التجربه بالظبط صح. احنا بنحاول نوصل للشباب اللي بيتفرج عليه. رامي انت بقيت شئت ما بقيت بقيت قدوه لناس كتيره جدا، فالناس لازم تتعلم عن طريق الاكسبيرينس بتاعتك. فربنا بيحط فيك المطبات دي لعل وعسى تكون حلول لناس تانية في حياتهم يعني. انت تمر بالتجربه فتساعد ناس تانية. طيب حابب تقول لنا في ايه قبل ما نقفل؟ تقول لي 2019 ايه بيج رامي شايف الحلم هيبقى ازاي المره دي وصعوبه الحلم، هل سهل ولا صعب بالنسبه لك؟ شوف هو ما فيش زي ما قلت لك، هو الحلم بتيجي صعوبته من الشخص نفسه. ان شاء الله ربنا ييسر الامور، ان شاء الله الامور تبقى على قدر ثقتك في 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 الاول في ربنا سبحانه وتعالى وفي المدرب اللي انا اشتغلت معاه والناس اللي بتحبني ودعوات الجمهور بتاعي. ان شاء الله الامور تبقى كويسه جدا. انا زي ما انا هفضل اعمل ابذل كل طاقتي ومش هتوانى في ان انا ابذل كل نقطه طاقه ان انا اعمل احقق حلمي وحلم الناس اللي بتثق فيا ان شاء الله. فيعني هو ما هوش وعد، لكن انا بقول للناس ان شاء الله نعمل حاجه كويسه جدا ان شاء الله باذن الله. يا رب يلا مش عايزين نطول عشان الجو برد علينا. اي والله الجو برد. وان شاء الله 2019 راجعين بالساندو عنده ماتش الاولاني كلنا هندعي له فيه بعد رمضان باذن الله. ده الخبر اهو. وعندنا اولمبيا باذن الله. يلا حبيبي يلا صباح الخير، نشوفك على خير ان شاء الله. سلام سلام.